السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا أن نذكر اسم الله عز وجل في جميع الأحوال. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعزائي المتابعين، جايب لكم اليوم عدة قصص مخيفة من مصر. القصة الأولى بيحكي صاحبها يقول هالقصة غريبة بعض الشيء حدثت بأحد الشقق المجاورة لمنزلي. يقول ما حضرته ولكنهم قصوها علي. تحكي جارتهم بتقول عن حفل خطبة أو زفاف حدث بهالشقة. اجتمع أهل العروسين وأعدوا أشهى المأكولات عشان يقيموا الزفاف، وتعالت الزغاريت وأصوات الناس وباركوا للعروسين وتمنوا لهم حياة سعيدة رغيدة. لكن بينما إحدى السيدات عم تطبخ انفجرت 3 أنابيب غاز كانت مخزونة لإعداد الطعام، وذلك لأن أهل العروسين كانوا من الأغنياء بعدوا جميع أصناف المأكولات. وأثناء الانفجار نشب حريق هائل بهالشقة وقتل كل من فيها، وتفحمت جميع الجثث وما تمكن واحد منهم من النجاة، ومنهم العروسين اللي تم زفافهم للأسف للموت. هالحادث مؤسف وحزن جميع لأجله. وبعد ذلك مدة قام المالك أو الورثة ببيع الشقة لرجل مسن متدين. والعجيب أنه ما تم 4 أيام هالشقة حتى هجرها. سألوا الجميع عن السبب وقال في أشياء أغرب من الخيال عم تحدث داخل هالشقة. قال إنه كان يستيقظ من النوم على أصوات لناس بتكلموا وبباركوا لبعضهم البعض، وبشوف ظلال من خلال باب غرفته الشفاف بالرغم إنه ما كان في واحد غيره بالشقة. ولما بيقوم بيشوف عشان يشوف شو اللي صار، ما بيلاقي ولا واحد بالصالة، والصالة بتكون خالية وهادئة هدوء مخيف. العجوز استعاذ بالله وذهب ليشرب قليل من الماء، بعدين رجع على فراشه مجددا وتمدد على السرير شوي وهو يفكر باللي بيصير معه من أمور غريبة. ولما اتقلب بجسمه نحو الطرف الآخر من الفراش شاف فستان زفاف محروق موضوع على طرف السرير، وكان في صوت سيدة عم تتغني بالحمام كأنها عروس بليلة زفافه. ارتعب العجوز جدا، لكن الأمر ياريت انتهى عند هالحد. فلما التفت وراه لقى ناس عم بيجلسوا وبيحدقوا فيه، وما كان هذا اللي أرعبه، لكن اللي أرعبه فعلا هو أنهم كانوا محروقين. نعم، كانت جلودهم محروقة وظلوا يحدقوا لهالرجل العجوز، وصار هالرجل المرعوب يتلو بعض الآيات القرآنية حتى اختفوا عن ناظريه. العجوز رحل عن الشقة حتى لما طلع الصبح، وادعى الناس انه هالقصة حقيقية. وبدكم الصراحة أنا ارتعبت لما سمعتها أول مرة. والقصة الثانية معنا، هاي إحدى القصص اللي علقت بذهني الصراحة، وهي بتتحدث عن ولد صغير كان شقي جدا، وكانت أمه دائمة تشتكي منه. وبحد الأيام ازدادت شقاوته جدا، فأرادت أمه معاقبته ولكن ما راح تصدقوا شلون. قامت بحبسه بالحمام وأطفأت عليه النور، وظل الولد يصرخ ويصرخ ويصرخ، وأمه جلست تكلمه من وراء الباب وقالت له راح تتوقف عن الشقاوة. لكن إجابة الولد كانت عبارة عن صراخ متواصل، وظل يصرخ لمدة طويلة، بعدين فجأة توقف صراخ. فتحت هالأم باب الحمام، بس المفاجأة إنها ما لقت الولد. نعم عزيزتي، صدق أو لا تصدق، الولد اختفى تماما وما عثروا عليه أبدا، وكأنه تبخر بالرغم من أنه الحمام ما كان فيه نوافذ. فشلون اختفى الولد؟ الله أعلم. بالفعل هالقصة مخيفة جدا، بتخليك
تفكر 100 مرة، مش 100 مرة، 1,000,000 مرة قبل ما تعاقب ابنك. هالقصة هاي كمان حدثت بمنطقة أبراج سكنية، وكان في حارس لحراسة هالأبراج هاي. وفي يوم من الأيام اجت سيدة تسأل عن عنوان شارع، فراحت لأحد الحراس وسألته، فأخبرها إنه الشارع اللي تسأل عنه بقع بجانب البرج رقم 3. فراحت المرأة لحيث أرشدها الحارس، ولكن الشارع كان مسدود. فتعجبت المرأة ورجعت للحارس، لكنها ما لقته، ولقت حارس ثاني فسألته، فشار لها على اتجاه ثاني. فقالت له: لكان ليش أرشدني زميلك قبل شوي للمكان الخطأ؟ قال لها الحارس: أي زميل؟ قالت له: زميلك حارس مثلك كان واقف هون قبل شوي. قال لها الحارس: أصلا أني بشتغل هون لوحدي وما في معي أي حراس ثاني، كان معي حارس ثاني بس في السابق. بس المفاجأة لما سمعت هالمرأة، قال لها الحارس إنه هالحارس هذا قتل على يد أحد اللصوص أثناء محاولته منعه من سرقة إحدى الشقق. المرأة هنا ارتعبت وفكرت مع نفسها: معقول يكون عفريت الحارس المقتول هو اللي دلني قبل قليل؟ شو رأيك أنت عزيزي المتابع؟ إلك التعليق. سلام عليكم.